صغيرة ما رح زيد عن اللي قاله لأبونا. أنا بدي أشكركم فرداً فرداً. بدي أشكر كاهن الرعية الجليل. بدي أشكر الشيخ وديع الطاهر معالي الوزير. بدي أشكر الكاهن الأب الياس أنطون. بدي أشكر المخاتير الأشرفية والمال. بدي أشكر كل الأخوة اللي موجودين اليوم على حضورهم. حقيقةً هيدا التكريم هو لإلي اليوم، ولكن التكريم الأول هو مثل ما بتقول مرتي، ربنا بيحط إيده بأشياء أوقات. ربنا حط إيده معنا لقدرنا أمنا المستوصف، والمستوصف هيدا مثل ما قال الشيخ وديع، الشكر الأول لله، والشكر الثاني لمعالي الوزيرة ليلى الصلح اللي فعلاً هي لبت بعد ما اتصلت فيها وزرتها، والشكر الثالث للجندي المجهول جاك مبارك اللي هو عرفني على عرف جنبان علي حقيقة، ولحتى عملنا هالخطوة هاي. أنا بتشكركم، بشكر رئيس وأعضاء الجمعية الخيرية أستاذ جوزيف زيدان وكل الجمعية، بشكر كل المحبين والأحبة، وأهلا وسهلا فيكم، وأنا بشكركم على حضوركم. شكرا. طول عمرك خليك أبينا جليل يا أبونا. ضلنا مجموعين بوجودها. يلا خلينا أربعة خلينا. خليك مع الوزير. مدام عيسى ما أخذت شيء، ما ضيقتوا شيء. مدام عيسى أخبار. وصلنا بمعرفة. ميرسي حبيبي، خلينا إياك تسوي العشرة. خلينا إياك. الله يخليك، الله يخليك. تلقى بشوشك. الله يخليك، طول عمرك، طول عمرك، الله يخليك. يلا. أستاذ سرغاني بدنا صورة نحن وياك. حبيبنا
في كثير يا جاك. كرنيهم بالقديس. ايه زكاه. هو معلوم والله الله يخليهم يا رب. كمير قرب. قرب نبيل. كنت قرب قرب. كلود وينك كلود؟ مرسي سلمى، مرسي شكرا.